الحقوني، ابن القطر هيعدي عليه. الحقوني، الحقني يا اسد سيمبا. الحقيني يا ماما، القطر هيجي وانا رجلي وجعني ومش قادر اقوم. الحقوني، انقذوني وانقذوا ابني الغلبان اللي عمال يعيط دوت. يا حبيبي يا ابني يا اسد سيمبا، الحقني. يا خبر يا خبر، انا سامع حد بيستغيث وبينادي عليا. شكل كده الواد اردون كل مره يروح يلعب عند القطر. انا لازم انقذه بسرعه. اعمل ايه؟ البس ايه؟ باتمان عشان اخده وطير، احسن القطر يدوسني معاه. يلا بسرعه يا اسد الغابه، انقذ القرود الصغير. تعاليلي كده يا ايس كريم الجميل، انت طعمك حلو قوي. هم نم 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 نم. الله، بقيت باتمان. يلا بسرعه يا اسد سيمبا، روح انقذ اردون الصغير. ها انا جاي يا اردونة. انا جاي لك يا اردونة، ما تقلقيش. ايه قوليلي؟ الحق ابني واقف عند القطر ومش عارف يطلع. ارجوك انقذه يا ملك الغابه. ما تقلقيش. الحقني يا عمو باتمان الاسد، الحقني انا خايف. ما تقلقش يا اردون يا صغير، انا جاي لك انقذك. يلا بينا. هوبا. الله، متشكر جدا يا عمو باتمان، ده كان القطر هيدوسني. لا لا لا، بعد الشر عليك يا اردون. بقول لك يا امو اردون، خلي بالك منه عشان المرة الجاية مش هعرف انقذه. انا متشكرة ليك جدا يا باتمان، شكرا ان انت انقذتنا. ولا يهمك، باي باي. هي سلام عليا وانا سايق العربية التريلا دي. يا خبر، العربية هتتقلب. الحقوني، انقذوني، انقذوني يا ناس، انقذني يا ملك الغابة، العربية اتقلبت. هو مش عارف انقذها. يا ملك الغابة الحقني. ياه، ده انا ارنب ضعيف قوي ومش قادر اشيل العربية. الحقني يا ملك سيمبا، الحقني يا ملك سيمبا. ياه، ارنوب بيطلب المساعدة. اكل ايه؟ اكل ايه؟ ده هو العربية بتاعته مقلوبة وعايز حد قوي جدا. انا هاكل ايس كريم هلك عشان اكون قوي وبعضلات. يلا تعاليلي هنا يا ايس كريم هلك. هم نم 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 نم. يا سلام عليا وعلى قوتي، انا جاي لك يا ارنوب عشان انقذك. حلو قوي الايس كريم دوت، عشان يحولني لبطل خارق وانقذ كل المحتاج. خير يا ارنوب، ايه اللي حصل؟ الحقني، الحقني يا هلك، الحقني. العربيه بتاعتي اتقلبت وانا ارنب ضعيف جدا ومش هقدر ارفعها ولا هقدر اشيلها. انت شايف عضلاتي؟ ما عنديش، انما انت الاسد سيمبا هلك القوي، ممكن تساعدني؟ طبعا طبعا يا ارنوب. ابعد كده شوية عشان العربية ما تجيش عليك. تعال عشان انا اللي هرفعها. يلا هيلا هوبا. الله اكبر علي، الله اكبر. انا كده مبسوط جدا وشلتها لك اهوت يا سي ارنوب. انا متشكر جدا ليك يا هلك، يا اسد، يا شجاع، انا متشكر. العربية دي ما تعرفش دي عليها قصات وكنت خايف عليها جدا. ما تقلقش يا ارنوب. يلا وخلي بالك من الطريق بعد كده عشان خاطر ممكن ما تلاقينيش. حاضر حاضر، شكرا جدا يا هلك، يا اسد، يا شجاع. ولا يهمك يا ارنوب. يلا مع السلامة. مع السلامة. سيبني يا نمر اسود، سيبني، حرام عليك. استني يا غزالة، استني يا زروفة، خليني اكلك، ده انا جعان جدا. سيبني، حرام عليك يا فهد اسود. انت اوعى يا نمر اسود، الحقوني، الحقني يا اسد سيمبا، النمر الاسود عايز ياكلني. استني يا زروفة، ده انا جعان ومش هسيبك، استني. هي خبر، زروفة وقع في ورطة كبيرة جدا، انا لازم انقذها. اكل ايس كريم ايه؟ اكل ايس كريم ايه؟ ايوة سبايدر مان حلو، عشان خاطر النمر الاسود ده شرير جدا ولازم انقذها منه. انا جايلك يا زروفة، ما تقلقيش، ده هي صعبانة عليا جدا. انا جايلك بسرعة، تعاللي هنا كده يا ايس كريم يا سبايدر مان. هم نم 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 نم. الله عليا، يلا بسرعة يا ملك الغابة، روح انقذ زروفة.
استنى عندك يا نمر يا اسود، انت مفكر الدنيا سايبة ولا ايه؟ ايه ده سبايدر مان، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي هنا عشان انقذ الزروفة اللي انت عايز تاكلها. خد يلا خد العنكبوت خليه ياكلك ويحبسك. لا 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 بلاش يا سبايدر مان، خلاص مش هاكلها بس سيبني. لا طبعا خد جزائك. أنا متشكرة جدا يا سبايدر مان، متشكرة جدا يا أسد الغابة، أنت أنقذتني. ولا يهمك يا زروفة، إحنا لازم نخدم جيراننا ولازم أخدم كل حيوانات الغابة. النمر دوت شرير جدا وأنا حبسته في الشبكة العنكبوتية بتاعتي. متشكرة جدا ليك، أنقذني يا أسد الغابة، أنقذني زي ما بتنقذ حيوانات الغابة كده. مقدرش أنقذك يا نمر يا أسود، أنت شرير جدا، حتى اسمك باين على لونك. امشي يلا اتحبس في الشبكة العنكبوتية عشان خاطر تنول جزائك. انا اسف، سامحوني سيبوني. لا طبعا مش هنسيبك. انا متشكرة جدا يا اسد الغابة، ولا يهمك يا زروفة، ويا ريت ما تمشيش في الطريق لوحدك، لازم يكون حد معاك عشان تساعدوا بعض. انا مش عارف هبقى باتمان تاني ولا لأ. ماشي يا أسد الغيبة، مع السلامة. اتفضل يا زروفة. هي خبر يا خبر، ايه اللي انا شايفاه من بعيد دوت؟ يا نهار ابيض علينا، الحق يا حمار. شفت اللي حصل؟ شفت الديناصورات الضخمه العملاقه ديت جايه الغابه تموتنا كلنا؟ يا خبر يا خبر، انا خايف على نفسي، ده انا حتى ما بفكرش خالص. لا لا لا، انا لازم اهرب يا بقره. هي دوت هتهرب ليه يا حمار؟ حرام عليك، يلا الحقونا. صوت معايا يا حمار، هو انا كمان هصوت لوحدي في رمضان؟ يلا يا اخويا ده احنا صايمين. الحقنا يا اسد الغابة، انا حمار ما بفكرش. يا خبر عليا، بقول لك يا بقورة انا ههرب قبل المغرب ما يأدي. استنى هنا يا حمار، هتروح فين وتسيبني لوحدي؟ لا لا يلا ننده على أسد الغابة يجينا بقوة خارقة من عنده. الحقنا يا أسد الغابة، انقذنا. الحقنا يا أسد الغابة، انقذنا يا ملك الغابة، الحقنا يا أسد الغابة. يا خبر يا خبر، أنا سامع بقورة والحمار بيندهوا عليا، شكلي كده في مصيبة كبيرة جدا. أنا لازم ألبس القوة الخارقة اللي فاضلة الأخيرة ديت. تعاليلي هنا خلينا أمكلك. هم 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 هم. أيوه كده، يلا بسرعة طير عشان تنقذ بقورة. ها يا بقورة يا حمار، ما تقلقوش ما تقلقوش، الديناصورات أنا قضيت عليهم كلهم بالقوة الخارقة اللي معايا. ها بجد يا أخويا؟ الحمد لله إنك قضيت عليهم، ده احنا كنا مرعوبين، وكل الحيوانات اللي في الغابة هربوا هربوا ومشوا واستخبوا كلهم يا أخويا، خايفون يفوت عليهم أذان المغرب. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وحبايبنا طيبين وأطفالنا صغننين بخير، وأشوفكم في حدوتة جديدة. ومع السلامة، ما تنسوش اعملولي لايك واشتراك. باي باي.